تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ود وندم أهتوج أبات الناتوجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري إن شاء الله يمن التواوسو يمي هنو سل عشر الأواخر النا كالسقاية يازو سل ليلة القدر. هنا ليلة القدر، ليلة القدر بالنزيه عصر يمج الرشايك الروك أنا توجست قالوا كبرنا ليو مشتوش مكاكل ليلة القدر الجنية يمو السنياتوا مشت لمالتنا وينم لمو سماي النامدر بملايكة وجي يمج أنا النكبات مشت مالتنا وينم لمو تلك أنا يلاك مشت مالتنا. ይህ ምሽት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሌላው ምሽት እጅግ የተለየ አድርጎታል። በዚህ ለሙስሊሙ ማህበረሰብም ትልቅ ትሩፋቱንና ብዙ ኸይራቱን የሚለግስበት ልዩ አጋጣሚ አድርጎታል። አላህ ስለዚህ ይህን ምሽት በተመለከተ በቁርአን ላይ በግልጽ መልኩ አወድሶ አድንቆ አሞካሽቶ እናገኛለን። قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى من إلال نعبر قتم قرآن بتكبروا مشت أوردنا وال إنا أنزلناه في ليلة مباركة بتكبر ود مشت لينو ياوردنا قرآن من إلال إنا كنا منذرين نعبر قتم أستنقاك يوجنا النيلة فيها يفرق كل أمر حكيم بزاك أن إيان داندو وساني يكفى فلال ويمي الليال كلا يوردوه كلوح المحفوظ وردوه لمزقابي ملايكة وج يبتنا ليكفى فلال أمرا من عندنا يا وساني يتبالو كن يازن دين يورد وساني نوالا إنا كنا مرسلين إنيا برقيت لاك يوجنا النيلة ملكتن يوجن ወደ ህዝቡ መልክ መላእክቶችን ወደ መልክተኞች መልክተኞችን ደግሞ ወደ ህዝቦቻቸው የምንልክነን እኮ ይላል አላህ ረህመተን ሚን ረብክ ላኪነቱ አላህ ከምን አንጻር ነው ከተባለ ከጌታ በሆነ እዝነት ነው ይሄን የሚያደርገው انه هو السميع العليم እሱ ሰሚና አዋቂ ነው ምን እናገራውን ሰሚ ምን ሰራውን አዋቂ ነውና ያ ምን ሰራውና ምን እናገራው ነገር አሳመረን ምን እናገራውን አሳመረን በአግባቡ መጓዝ እንድንችል መልክተኞችን አዝኖልን የላከልን ጌታ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ ያ ጌታ ማለት ማን ነው ረቢ السماوات والارض وما بينهما ያ ጌታ ማለት አዛኝ ሆኖ በእዝነቱ የተነሳ መልክተኞችን የላከልን ማን ነው ከተባለ ያ የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ዓለም ሁሉ ፈጣሪ ባለቤት የሆነው ጌታ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ إن كنتم موقنين هنا ترغاغاچوچنا امانيوچ بتهونو هنا تاو يهي نو الى الله لا اله الا هو كرسو بستقر هنا هنا يعملكوت ميجباو يلم يلال يحيي ويميت هياو يميادرغنا يميجدل جيتا نو هيوتنم يمينساسو نو ربكم ورب ابائكم الاولين اي فطاري جيتاچو مالتكو ينانتم يهون يقدمت ولاجوچاچو اباتوچاچو جيتا نو الى الله سبحانه وتعالى تادا الله يهن مشت من بلو مباركة بلو يتبارك بركته يبزا بلو مشت ترتوتا لمن كتبال لكثرة خيرها وبركتها وفضلها بركته تروفاته خيره بتقام يبزا مشت بمهونه يتنسانه كذيه مشت بركة عنده من دنو أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها يهي تبارك القرآن يتكدس القرآن بزيه مشت موردونه مشتون ليو كم يعرفوا قصته عنده مالتنا وصفها سبحانه الله هي المشت من بلو قلت وتعال بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم أي من أوامر الله المحكمة المتقنة
التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. من يلن الله عز وجل يلا فان كنت ما برارها السابنه الله يفرق فيها كل أمر حكيم سيل هلم والسانيوش يمي اللي يبتنو سيل انديتي هنا كوانو لوح المحفوظ مزقب الله نقروتشن هلو والسانيوش عفبت تلك مزقب على السوزان ديالو كذا مزقب مزاقب توردو ودا مزقبي ملائكاوش يتلع اللفال بزيه مدر لاي يمي فتصمو بآمت وست يمي فتصمو كآمت اسكا آمت يمي فتصمو كزيه نيو ليلة القدر اسكا كتعيو آمت ليلة القدر يمي فتصمو انتقبار ندالة والساني ودا ملائكاوش يمي وردبتنا يهنا مي فتصمو يهنا مي درقو إيالة بزرزر مي وردبتنا يسيساي قداي يهوات قداي ملكامنا مدفو قدايوش هلوم من كل أمر حكيم سيل أي من أوامر الله المحكمة المثقنة يركك يصدك يتلك يا الله عز وجل والسانيوت تكبارا يمي درقبتنا ومن مريو مفتصمو من دنيا ميلو يهي والساني وده ملائكة وچو يمي وردبت كزينو كأنه إلا يا الله عز وجل والساني من أينتنا وكتبالا من أمينت قدلت يلي اللبات من أمينت دكمت يلي اللبات من أمكنتونا قد يلي اللبات يا والساني يركك أنا هنا كمان دمت يتوكنا ذلك تقدير العزيز العليم يهو الثاني متانيو يمنو يا اواكنا عشنا في هونو جيتا والثاني اندال يمي وردبت ودا تكبار يمي فتصمبت ويم دمو يامت وريبورت وردو لملائكاوش يمي تلالفبتنا يهن مشت بتملكت ليلة القدر بتملكتم الله اندي بلان إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن الناهن نيابة زا موسن يوامشت موسن يوم الشت ويم بملائكة وش يميت أنا أنك بهنا يوم الشت ويم دمو ذلك القدر العظيم تعلق ود ليو بهنا يوم الشت نو كونيا ورد نويلا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من اندهنا يا يقدر مشت من اندهنا من أسوك أهل أشعال الله نبينا عليه الصلاة والسلام أدراك بميلوك قلت قتلوا يعلو ما برارها يزان قرن قصفت لماس كمت مهونون ميعملكتنا قطتا مبرار يكمت الله تعالى يدريكا كتبا بميل ملكوغن كمتا بزوك زي النقرم غيبياتي هنا نقرم يمي هنا وما أدراك ما ليلة القدر تعلبها لالله من هذا ليلة القدر من اندهنا من أساوك كبدة ونتاون ماننة كزاني لنقر أنت عطاك منا بتككل نقرون بتلك تتردعو منا أني فتاريو أني بالبيتو لنقر هلاحتاونا من الهل ليلة القدر يا قدر مشت خير من ألف شهر كأن دشي ور يبلت أنه بزا مشت يمي سروا عبادة عن دشي ور قويته سمانيا أرات أمت ودا أمت سنة سلو سمانيا أرات أمت كسوست ور وين كارات ور هكابين الهل عن دسو يهين أدمي هلو بعبادك كم ياسلفوا يبلت تلك أجر يا دنيال يهن مشت بملك كم عبادة ياسلفة أجره يزاني هالنو سمانيا منا من أمت نرو يميا دنيون أجر يأطفال يزي مشت له يمي سراو يا عبادة أينت من داو يمي يازوي من دا أينتنا قال الله تنزل الملائكة والروح فيها ملائكة وجنها بمهلات يوم روح الروح جبريل جبريت ليم جبريل كالنسو مهل عبر يوردالو بإذن ربهم بقيت التفكاد من كل أمر يا الله هلو والساني يزو ودمريت يوردالو سلام هي مشتو سلامي هنا حتى مطلع الفجر فجر اسكي وتادي راسل الله القدر مالت عسان لفنا المعنى بمعنى الشرف والتعظيم يتكبر يلاك مالتنا وينم دمو موسن يوم والساني يمي التلالف بيت مشت مالتنا يمكن ياتهم يأمت والساني يمي وردبنا يمي التلالف بيت الله سبحانه وتعالى ركيكنا يتأببو يرككو تأببو تشنن لنا يمي أسعرف بيت ودمدر يمي وردبت عمت هاوي والسانينا ليلة القدر خير من ألف شهر يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر بدرجة بمأرق بمن دابزات كعند شور يبلغنه كان من قامها إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه بأ الله بتككل أمنه تككل أن يعمان هنا من دون كالله سبحانه وتعالى عصبه يقوميهن مشت بمقوم بصلاة ياسلفه يالفه وانجل يسرز اللتال تبرا
ተነዘሉ መላኢካ ሲል እነዚህ መላኢካዎች ያአላህ ልዩ ባሪያዎች ናቸው። ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ልዩ ባሪያዎች መካከል ዋናውንም ትልቁን ቦታም ይዙት መላኢካዎች ናቸው ማለት እንችላለን። ኢባዱን ሙክራሙን የተከበሩ ባሪያዎች ብሎ ገልጿቸዋል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። አላህን ስብሐነሁ ወተዓላ በቋሚነት ያመልካሉ። ላ የስተክቢሩነ አን ኢባደቲህ አላህን ስብሐነሁ ወተዓላ ከማምለክ ወደ ኋላ አይሉም፣ ሚኮሩ አይደሉም። ወላ የስተሕሲሩን ያኒ የሚሰለችም አይደሉም። يسبحون الليل والنهار لا يفترون الى الله من مس يعرفوا سايتاكتو سايسلتاچو طواتنا ماتا الله سبحانه وتعالى يالقالو ياطروت الجلا في علا ليله القدر يوردالو خيرا بركه رحمه يزوك الله سبحانه وتعالى زند يوردالو روح يميبارو جبريل نو جبريل منفس تبلو يتطرابت مكنيات روح وحي يروح انقلب يزو يميماطا بمهونونا ليلوچم مكنياتو تسطوتال سلام هي يعني مشتو يترغاغا صد رج سلام ياللبت يهونا ليلال لمؤمنوچو كسغات جهنم انغبالن كميلو فرحات سلام اگينتو يميالفوبتنا ويم دمو كالله يعني كالله كازغاجو كاسات قطات سلام يميهونوبت مشت نو ليلال حتى مطلع الفجر نغرو يميقويو يا ليله القدر ما ارغو درجاو من المت يميقويو فجر اسكي وطا درس نو ليلال يمكنياتهم فجر سيوطا يا مشت تغبارات يميتناققوبت ሁኔታ ስለሆነ እዚህ አንቀጽ ላይ ወይም እዚህ ሱራ ላይ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሌሊት አልቀድር ትሩፋትን ማዕረጉን ወይም ትልቅነትና ምርጥነቱን በተለያየ መልኩ ነው የገለጸው። አንደኛ ለሰው ልጆች መመሪያ፣ ለህይወታቸው ደስታ በዱንያም ይሁን በአኺራ ለደስታና ለስኬት የሚያበቃቸው የሆነው ታላቁና ውዱ መመሪያ መጀመሪያ የወረደበት ምሽት ሌሊት አልቀድር ምሽት መሆኑ ይሄን ምሽት ልዩና የተከበረ እንዲሆን ያደርጋል። ክስተቶች እንግዲህ አንድን ቀን ልዩ እንዲሆን እንደሚያደርገው የታወቀ ነው። ልዩና ልዩ ቦታ ይሰጣዋል፣ ልዩ ደረጃ ይሰጣዋል። ሊለው የሚችለው ማን ብቻ ነው? ፈጣሪ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመጣላቸው ራእይ መሰረት ነው ይሄን መደንገግ የሚችሉት። ሁለተኛው እንደ መጠይቅ አድርጎ ማምጣቱ ነው። ወማ አድራከ ማ ሌሊቱ አልቀድር ليلة القدر من مهونون من عصاوك يميلو أقلال صراسو ينقرون كبدت يمشتون لكت يمياسايون مهون سوستنيا أنها خير من ألف شخص بزيه سورة وسترا سورة القدر بتا لا يتقلز تروفاتوشن ويمشت من يأكل كباد مهونون يمياسايو ملكتوشن يأيين يعلم سوستنيا كأن دشيور يبالتان مبالو أردتنيا ملائكوشو መውረዳቸው መላእክቶች خير ይዘውኑ በአብዛኛው የሚወርዱት። አምስተኛ ሰላም ሰዎች ከቅጣት ሰላም የሆኑበት በጣም የሚረጋጉበት ምሽቱም ለየት ያለ በመሆኑ ሰላሙን ሂያ በመባሉ እነዚህ አምስት ትሩፋት። ስድስተኛው ደግሞ ሌሊት አልቀድርን ብቻ የተመለከተ ሙሉ ምዕራፍ ወርዷል ሱረት አልቀድር ራስን ይሻለ ሙሉ ምዕራፍ ወርዱ ይሄን ትሩፋት የሚያሳይ ነው። ليله القدر كلاته تروفاتوش مكاكل بخاري ونا مسلم يزغبوت حديث لاي من حديث ابي هريره يا الله ملكتني عليه الصلاه والسلام منالو من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا ليله القدر مشتون قالوا يا قدر مشت يهن ود ليله مشتون بالله امنوا ملكام لميسرو سوت يتزغاجون من دا امنوا تقبلوا ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምንዳን ትክክለኛ ምንዳን አስቦ እሱ ብቻ እንጂ ማንም አይመነዳኝም ብሎ በማሰብ በመወሰን ይሄን ምሽት በዒባዳ ያሳለፈ ሰው غفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈ ወንጀል ይማርለታል። وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم ተመልከቱ ይሄ ምንዳ ምሽቱ ለተቀድሪ ሆን መሆኑን ቢያቅም ባያቅም ይሄን አጅር ማግኘት አይቀርም። ዋናው በዛ ሰዓት ምን መሆኑ ነው በመልካም ዒባዳ በመልካም ተግባር ማሳለፍ መቻሉ ነው። ይሄ ምሽቱ መቼ እንደሆነ በትክክል አይታወቅም ማለት ስለዚህ 10 ቀን ምሽቶችን መበርታት ነው 10ኑን ሙሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለስኬት ይበቃል ሁሉም ሰዓት ላይ የለፋሰው። وليله القدر رمضان مستنا مكنيات الله سبحانه وتعالى قران يا وردبت رمضان مستنا مكنيات بليل انقصنا من بلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران برمضان ورنا يعني مشتو ليله القدر نو سلازي رمضان ليله القدر ياله برمضان مشت وستنا يمي هنا معناتنا فضلنا اجره لذي امه بتام يتلينا ليله القدر 10 الاواخر من رمضان ميجنوا مكنيات نبياتن صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم مزجبت حديثنا من بلان تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر
بقرت أسر مش أرشا يا رمضان كناتوش فلقوا سراتو بلا سراي بلاتو تتبابكو إلى اللو نبياتين صلى الله عليه وسلم مشيتو دمو كمولو مشيتو تشيلك قولولو كتري على تشو مشيتو يبلت ليلة القدر ميكست باتشو مشيتو تشو مكناتو النبي عليه الصلاة والسلام إمام البخاري بزقبو الحديث كناتاتين عائشة عند تنقروا تحروا ليلة القدر قالوا يا ملكتين عليه الصلاة والسلام يا قدر ران مشيت تكتاتلو سراي بلاتو تتبابكو في الوتري من العشر الأواخر من رمضان رمضان يمتعرش على السرط كناتوش قدولو كناتوش لاي فلقوالو زاري انجري لمسالي زاريك انو هاياكو هنا مشتو هايا عندنا مي هون ولليلو سابق النهار باقوة تاتر درجة مشت كانو كادمونا ونا ميكوترو سلازي زاري هاياكو هنا ما تاو مني هنا المشتو هايا عندنا مي هون سلازي ليلة القدر لزينو كانو قدولو كان يمي هون بات مشتو ينقون كان ينقوا كان يمجمروا باهون مشت سلو هنا ليلة القدر وين ويتر مي بالوت كاناتوش قولوا له كاناتوش مي بالوت النزيناتشو قولوا له كتر يلا تشو كاناتوش كالنزي دمو لمو كاسرو مولو كاناتوش اللي كنمو سبع تيك الروت كاناتوش بدعم يبلت يميت تبكوناتشو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستلف حديث قال البخاري ان مسلم زقب حديث لا ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوروا ليله القدر في المنام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربوش يتوسنت ليلة القدر بهل ما تشو بمنا ما تشو تملك توالل في السبع الأواخر بسبعته بكرت سبعت كناتوش عندي هنا والل كذا النبي صلى الله عليه وسلم منال أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر هل ما تشو يا تشو السبع الأواخر عنده هنا سبعته يكرت كناتوش عنده هنا يبزو سويت هل مقات معلل فمن كان متحريها مكتات السراي يقولوا مت أبابك يمي فلك سو فليتحرها في السبع الأواخر يهن مشت لما قنيت يقرد سبات قناتوش لا يبلت سراي يقولوا يكتات اليد أبابك قالوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام إمام مسلم بزقبوا حديث ما هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منالو التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فقرد السر قناتوش تتأبابك وفلقوا تعالوا فإن ضعف أحدكم أو عجز عنده عمد سو أكم كاتا عندهم كده كما كسنفة فلا يغلبن على السبع البواقي السرملون كأنكم عم بياكتوا يكررون السر كناتوش زاتين كناتوش لم يهون تقريبا نا يكررون سبع كناتوش لكن اندا عملتوا اندا يرتا اندا يشنف علو وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27 يبلت ميقواق ويم دمو يتايا ويم نورا يمينو هاي سبع تانية ومشتنا أبزانيا درجة ممكنات إمام مسلم بزقبت حديث أبي بن كعب من إلهن والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 ليلة القدر نقوم بلا يزاز الرسول صلى الله عليه وسلم يتن يوم الشت اندهونا والله أكالو ملو إنكرا يتن يوم الشت اندهونا هاي سبعتين يوم الشت نبرنا بزوم الرجاء وچناهن سنعقلا بيت حديث وچن ملك سنعي مشتو بيامتو لله يندمي چل مياس ردونا چونا በአንድ አመት ውስጥ 27ኛው ሌላ ጊዜ 21ኛው ሌላ ጊዜ 23ኛው 29ኛው 25ኛው ሊሆን ይችላል በአብዛኛው 27 የተባለው ያለፉ ክስተቶችን በማየት ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ሳምንቱን ሙሉ የተጠቀመ ሰው ምን ያገኛል ሁሉንም አጀር ያገኛል ነው ኢማም ኢብኑ ሐጀር አልዐስቀላኒ ምን ይላል ወረጅሁ انها في وتر من العشر الاخير وانها تنتقل كيوت حديث أنصارنا أني ميزاني دفل بي ما السبب ما منه هالسبب من دنو يلالو عشر الأخير مجرشا سرتوچو كاناتوچ اندمي كنينا بتلي مشتو اندمي زواور نو أني ياقين يهوت ميزاني دفل بي ما وصلو هالسبب يهن يون نبلو الله سبحانه وتعالى يدبك أبت يراسو طببنا مستر الله حقيقة من دنو كتباله عندنا الله لا يعزنون تبارك وتعالى سرعتنا اللي بزع أجرتنا اللي بركت يعني مشت ليت سلم منك كل جزين نتعطر لنا بقعد أمي قد منا كذا وتشدم وليلو تشكني سرعنا تشو ملك أم سرعوش من داتو تكمرو تكمرو تتراكمو الله زندي كمت لنا الله توفيق يوفقك الله سبحانه وتعالى إخلاص يوفقك نجي بتعم وسعينا قرنا حقيقة نقرو دبكسي هون يعني اللي ما جينيت بتعم يتعطر لهم سنفهم تنكرهم جوزهم كلهم يبلت إبرتاتان صلاة ذكر دعاء يادر قلسه كذا ود الله يلا انكربت بتعامي يج عمرنا يمي متع كانوا بعلى ملايقتات كان هلو جزيلة سنتر يتم ما نيوم جزيلة عملتنا
እርግጥ የሆነ ቀን ቢመረጥልን የዛን ቀን ብቻ ሰርተን ሌላ ቀን እንተኛ ነበር እንዳይሆን ነው አላህ عز وجل ይሄን የሚፈልገው ስለዚህ የበረታ የጠነከረ ይሳካለታል ሁሉንም የበረታ ማገኘቱ አይቀርም ቀን የመረጠ ግን ሊስት ይችላል ሊያመልጠው ይችላል አንዳንድ ዘገባዎች ላይ እንደመጡት ሙሉ የሆኑ ቁጥር ምሽቶች ላይም ሊገኝ ይችላል ይላል ለማንኛውም 10 ተብሏል 7 ተብሏል በተቻለን መጠን ትንሽ ጊዜያት مشيتهم بزور الجيم ميبال أيضا لم حقيقة كانوا نولي رزمي ميشلو مشيتوا عجرنو بتالي بعبادة الناس هلفو إركاتا يمنفس إرفت والله منا قنيو دستا كاللال نقر أيضا لم طيب مشيتهم ديتنا ميتاوكو عندان روشو بر كفتو مسكو كفتو يهونا ميسفنت تر نقر على ميبارا باللج مين نقر على منام بلو يتقبك قالو اندي ميبال نقر يلم حقيقة كاقونا لناك حديث أنصار اندزيه ميبال نقر يلم በዒባዳ ማሳለፍ ነው የሚፈልገው አንዳንዱ የቃመ አንዳንዱ በሙዚቃ አንዳንዱ በነሽዳ አንዳንዱ በመናምን ያሳለፈዋል ምንም ጥቅም በሌለ እንኳን አጅር ሊያገኝ ይቅርና ወንጀል ተመዝግቦበት ያልፈሉ ለያተብላ በጣም ከባድ ነውና እኛ በቻነው ነገር እስትግፋር ያደረግን ምን ይችላልን ሱራና አያ እየደጋገመን ቁርአን እየቀራን ቆመን ቁጭ ብለን ዚክርን ዒባዳ ያደረግን እናሳለፍ ትንሽ ጊዜ በተለይ በተለይ ያሁን ቤታችን ረፍት የምንወስድ ሰዎች ቤታችን ምናሳልፍ ሰዎች ደሞ መስጂድን ምናሳልፍ ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ በጣም ልንጠቀም ይገባናል እዚህ አይነቱን ምሽት ሌሊቱል ቀድር በሮች የራህመት በሮች የሚከፈቱበት ወዳጆች የሚቀራረቡበት ዱዓ የሚሰማበት ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈضل ትሩፋቱ ረህመቱ በጣም የሚፈስበት ነውና እኛም መጠንከር ይሄን ጊዜ እጅግ መጠቀም ይኖርብናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሊቱል ቀድርን ቁመው ቀኑንም ጾመው የሚታደሉ ትልቁን ምንዳግኝተው ነገ ለአኺራ መልካም ውጤት የሚሆን ነገር ለመስራት የምንበቃ ሰዎች አላህ ያድርገን በዱንያችንም ይሁን በዲናችን ያሉ ጉዳዮችና ችግሮች ላይ አላህ ይርዳን ያግዘን هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم